خلونا في البدايه نتابع اخر اخبارنا احنا بقى النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه نورهان طمان المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. نورهان صباح الفل عليكي، كل سنه وانت طيبه، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من المقر الرئيسي للنادي الاهلي في الجزيره، نطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي. كمان خلينا قبل ما نروح لاخبار النادي نقول لكم يمكن درجه الحراره اليوم العظمى 36 والصغرى 24. توافد اعضاء النادي هنا على توافد اعضاء الجمعيه العموميه هنا على النادي يمكن لسه في الساعات الاولى مش كبير، ولكن يعني العاملين بالنادي شغالين على قدم وساق لاستقبال الاعضاء. نروح بقى لاخبارنا، ومعانا اول خبر طبعا يعني الخبر السار لجميع جمهور النادي الاهلي، وهي عوده حسين الشحات مره اخرى لقائمه الفريق الاول لكره القدم قبل مباراه اليوم ان شاء الله المقرر اقامتها الساعه 7 في الجوله المباراه المؤجله من الجوله 24 لبطوله الدوري. يمكن عوده حسين الشحات او غيابه عن المباراه الماضيه يعني اعطى طمانينه لجمهور النادي الاهلي طبعا بعد التعادل المفاجئ امام البنك الاهلي في المباراه الماضيه. كمان خلينا اقول لكم انه اصداء زياره كابتن محمود الخطيب للفريق الاول امس، وكلامه مع اللاعبين كان كبير جدا هنا وكان ليه مردود كبير جدا هنا على اعضاء الجمعيه العموميه اللي يمكن شايفين انه كابتن محمود الخطيب دايما بيكون داعم للفريق ووجوده مع اللاعبين بيفرق بصوره كبيره جدا، خصوصا انه كابتن محمود الخطيب كمان مش بس حاضر التمرين كما هو متعود عليه، ولكن وكمان اتكلم مع اللاعبين بضروره او يمكن زي ما انتم اشرتوا بضروره نسيان الانتصارات الماضية والتفكير في البطولات القادمة تحقيقا لطموحات جمهور النادي الأهلي اللي هو يمكن قال لهم انه الجمهور ما بيشبعش بطولات، والجمهور طول الوقت بيطالبنا بالبطولات وعايز الفريق طول الوقت بيحصد كل البطولات اللي بياخدها. كمان كابتن بيتشو موسيماني اتكلم مع اللاعبين في محاضره فنيه يمكن موسعه جدا وطويله حول اخطاء المباراه الماضيه امام البنك الاهلي، بالاضافه الى شرح نقط قوه وضعف فريق الانتاج الحربي ان شاء الله طبعا قبل مواجهه اليوم. كمان خلينا نقول اللواء اشرف عامر رئيس الانتاج الحربي قال انه لاعبي الانتاج الحربي بصدد يعني اقامه ممر شرفي للاعبي النادي الاهلي اليوم احتفالا بفوزهم بالنجمه العاشره لدوري ابطال افريقيا. اما بقى على صعيد يعني الالعاب الاخرى فالجهاز الفني لمنتخب مصر اعلن قائمه الفريق اللي ان شاء الله هتخوض بطوله الوديه للملك عبد الله الثاني اللي ان شاء الله هتقام بكره وحتى 1 اغسطس، وهيكون فيها يعني انضم للقائمه 3 لاعبين من النادي الاهلي وهم ايهاب امين وعمر الجندي وعمر عرابي. اما بقى اخيرا يمكن حارسنا محمد عصام الطيار حارس منتخب مصر والنادي الاهلي لكره اليد تلقى اشادات كبيره جدا من جمهور المصري بعد يعني التالق اللي شهدته مباراه امس للفراعنه امام البرتغال واللي حقق فيها الفراعنه الفوز بنتيجه 37-31، وان شاء الله بنتمنى للمنتخب يعني مباراه قويه باذن الله غدا امام الدنمارك. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الاهلي، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا لك انت زميلتنا العزيزه نورهان طمان، جزيل الشكر وكل سنه وانت طيبه مره ثانيه. باين عليها التان، هتحس سافر مصر كلها سافرت الا انا.